هذه الندوة تعتبر ثاني نشاط يقوم به مركز مزاقال للدراسات والأبحاث، وقد كان موضوعها حول كيف نرافع من أجل مغربية الصحراء، وقد حاولنا أن نستجمع فيها ثلة من الباحثين الملموقين الذين خبروا هذا الملف كثيرا واشتغلوا عليه زمنا طويلا، وبالتالي توفرت لهم المادة الخام وتوفرت لهم العديد من المعطيات والمستندات والأفكار التي من شأنها أن تمكن أي باحث من التزود بالمعطيات اللازمة التي يستطيع من خلالها الدفاع أو الترافع عن مغربية الصحراء، لأن الدفاع عن مغربية الصحراء لا يعني لا يكفي فيها أن يكون لا ينفي فيها الجانب الانفعالي والعاطفي، ولكن لا بد أن يكون إلى جانب هذا الحب الجارف للمناطق الصحراوية العزيزة ولإيماننا العميق بمغربية الصحراء، لا بد أن يتوطد أو أن يقصرنا هذا الحب لمناطق أو المناطق الصحراوية بالمعطيات وبالمستندات وبالكلمة يعني الموضوعية وبالمعلومة التاريخية التي لا يمكن لها إلا أن تقنع أي شخص يريد أن يشكك أو يطرح السؤال حول مغربية الصحراء. فمغربية الصحراء الآن لا يمكن الدفاع عنها إلا بمقتضى ما يتوفر من مستندات يعني موضوعية. والحمد لله كما شفتوا في الندوة هناك أساتذة يشتغلون على المادة التاريخية ويشتغلون على المادة القانونية، وكما رأيتم فقد توفر لديهم ما يكفي كما قلت من المعطيات التاريخية والقانونية التي تفهم كل متشكك في هذه القضية، والتي تجعلنا بطبيعة الحال ندافع عن قضيتنا مدافعة المؤكد لمغربيتها وليس شيئا آخر، مدافعة المطمئن لعدالة قضيته. إذن هذا هو محور هذه الندوة، والحمد لله كانت المداخلات كلها تصب في هذا الاتجاه. إذا تكلمنا على الترافع، أنا ما عجبنيش الترافع ديال مع أن كان واحد النسبة زائد، واحد المنسوب زائد في الوطنية سيرته في وسائل التواصل الاجتماعي في التيك توك، ولكن كان هناك حرب النيفو شوية طايح، يعني واحد الحاجة أنا ما عجبانيش، لأنهم ولا السباب ولا بدل ما يطلعوا المستوى. ثانيا أنا لن أقنع جزائريا ولن أقنع بوليزاريو، هاد الجوج واخا تنزل عليهم الوحي ما غادي تقنعهم، يعني يجب التوجه الى الغرب، الى الاجانب لاقناعهم، او صفحات البرلمانيين وصفحات اعضاء البرلمان الاوروبي. هذا هو اللي خاصنا نسيب له الاخر الذي لا يعني بين قوسين الجزائريين او البوليساريو. هذه من جهه. منذ 1963 حين وضع المغرب طلب لدى اللجنة الرابعة المكلفة بتصفية الاستعمار إلى اليوم، مرورا طبعا بجميع المحطات الكبرى بما فيها اتفاق وقف إطلاق النار 1991، بما فيها الأزمات التي مرت منها أو نقول الزوابع أو الاضطرابات التي مرت بها العلاقات المغرب مع سواء الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون بعد خروجه عن الشرعية الدولية في تصريحاته في الجزائر
واقتحامه المنطقة العازلة دون إذن من المغرب من الجانب الجزائري، ومرورا أيضا بسحب المغرب لسحب الثقة من كريستوفر روس، ومرورا بما وصل إليه المبعوثون الأمميون خاصة منهم فان فالسوم وكوهلر وغيرهم، من أن لا يعني في الطرف الآخر لا يوجد هناك جدية في الوصول إلى الحل، وهذا ما يقوله المغرب ويقوله العالم، أن الجزائر تلعب على الوقت وتريد فقط عرقلة الوصول إلى الحل، وهذا يعني مشاهد سواء في ما قامت به سابقا مراسلة بوتفليقة سنة 2001 يرفض فيها مقترح بيكر، أو ما قامت به الجزائر فيما بعد يعني في رفضها للموائد المستديرة التي صدرت فيها عدة قرارات أممية، أو كل ما تقوم به الجزائر على المستوى الدولي من حملات لعرقلة إيجاد الحل، لأن الهدف الاستراتيجي لدى الجزائر منذ بداية هذا النزاع هو عرقلة المغرب وعرقلة استقرار المغرب، لأن لديها دائما خلفية وعقدة الخطيئة الأصلية، وهي أنها تعتقد على أنه المغرب لن ينسى حدوده الحقة التي سطرها في الدستور المغربي، وأن المغرب إذا استقر له الأمر في الصحراء الغربية فسيطالب بالصحراء الشرقية، وهذه هي الخلفية التي تحرك النظام الجزائري. لذلك قلنا على أنه الآن آن الأوان بأن نمر إلى السرعة القصوى، بما أن يعني الحكم الذاتي ومقترح الحكم الذاتي قد استنفد الوقت واستنفد المطلوب منه، فيمكن الآن المغرب أن يسحب هذا الحكم هذا المقترح، وأن يطالب المغرب من خلال الاتفاق الذي يربطه بالمتحدة سحب المينورسو وسحب أيضا الملف من المجلس الأمن وإعادته إلى اللجنة إلى الجمعية العامة كما كان صرح بذلك كوفي عنان الأمين العام السابق للمتحدة، لأن بعودة هذا الملف إلى الجمعية العامة وخروج المينورسو سيكون هذا الملف قد انتهى. وبين هذا وذاك اقترحنا أيضا طبعا أن لا تستأنف أي مفاوضات وأن لا يستأنف أي مسار إلا باشتراط شروط موضوعية وقانونية يشترطها المغرب. أولا تنفيذ القانون الدولي يعني فصل المدنيين عن العسكري عن المسلحين داخل المخيمات، تنفيذ بروتوكول 1998 الذي يقضي بعودة اللاجئين من تندوف إلى أرض الوطن، ثم سحب تمثيلية الجبهة الانفصالية من الجبهة الانفصالية، لأن بعد 1991 انفجرت هذه الجبهة، لدينا تيار خط الشهيد، لدينا تيار من مواطنين من أجل السلام أو تيار من أجل السلام، أو لدينا 5 مارس ولدينا الكثير، ثم هناك القيادات التي عادت، وبالتالي لم تعد هناك ما يبرر أن تبقى الجبهة الانفصالية هي التي تحتكر الكلام باسم المخيمات، ولم يعد هناك أصلا يعني أي شيء يجبرنا على البقاء في هذا المسلسل السوريالي الذي أطلقت عليه الجبهة والجزائر الرصاصة وأردوه قتيلا. وبالتالي اليوم من مصلحتنا نحن أن ننهي هذا المسلسل، أن نسحب المقترح، أن نسحب الملف من المجلس الأمن ويعود إلى الجمعية العامة، وفي ذلك يعني انتصار لهذا المسار الطويل وهذه يعني الانتصارات التي حققها المغرب طيلة هذه الفترة.